طبيعي من إفراج جيد المتحدة كافة. معاناة الصيف خاصة تسلخات. طبعا صرت بداء الفيل بناء على تشخيص الأطباء من حوالي 3 سنوات في 2015. كانت المشكلة انتفاخ في الرجل في الفخذ الأيمن من الرجل، وتم إجراء عملية في مستشفى الشفاء عن طريق وفد بريطاني كان حاضر في هذا اللحظة في 20/1/2016. تم استئصال حوالي 20 كيلو، وتم الحمد لله ممثلة الشفاء. بعد فترة جاءت انتفاخات في رجل اليسرى في الفخذ وامتدت إلى الأسفل، وفي الرجل اليمنى في أسفل الرجل. بدأت بالانتفاخات وتزيد، رجعت عدة دكاترة وعدة مستشفيات حتى لم يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذا المرض لقلة الإمكانيات وكبر الأواد، محتاج إلى عمليات كبرى غير موجودة في قطاع غزة.